جمال فريج يبعد الكرة الماضية وينقذ فريقه، ولا زال يبقي على التعادل، على النقطة، على النقطة، جول جول. أهو أصحاب الأرض يسجلون ويحرزون الهدف. قلت لن تنتهي بالتعادل السلبي، قلت لن تنتهي بالتعادل السلبي. الباطن يسجل، الباطن يحرز، الباطن يتقدم، الباطن يستغل ظروف الخليج ويسجل الهدف، وهدف يأتي الآن في ظل إبداع جميل جدا من مسلم الفريج، لكن سهو البديل يسجل، سهو المطيري الآن يحرز الهدف، لكن جوناثان 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 مرر الكرة على طبق من ذهب، على طبق من ذهب إلى سهو، سهو الآن أو في سقف المرمى. هدف 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 جميل جدا لمصلحة الباطن، وهدف التقدم الآن يعطيهم الأفضلية ويعطيهم